السلام عليكم ومرحبا بكم في الحصة الخاصة في الدورة التكوينية ديكلاراسيون دو ريزلتا فيسكال. دائما في السيمينير ديال لاروا فينونس ديال 2020 شفنا مجموعة ديال لي باغين بالنسبة لي باغين اللي غتابليكا على لي سوسيتي كوميرسيال، باغين اللي غتابليكا على لي سوسيتي اندستريال، بالإضافة إلى الباغين اللي غتابليكا بالنسبة واحد السوسيتي اللي عندها دو أكتيفيتي ميكست. فهاد الحصة غادي نشوفو واحد الغابيل على لي موديفيكاسيون بالنسبة للطو دو ليس بالنسبة لي سوسيتي اكسبورتاتريس، يعني بالنسبة شركة تصدير. إذن لاروا فينونس ديال 2017 l'exonération totale de la cotisation minimale chez Ken Flor financière et consomme 17 pour les sociétés de l'exportatrice fait exonérer total من la cotisation minimale بالإضافة إلى ليس للمدة هي 5 سنوات متتالية، بمعنى l'exonération totale de la cotisation et de l'IS pour une période de 5 ans consécutifs بالنسبة لهاد لي سوسيتي. إذن هاد الشركات كيكونوا معفيين من لا كوتيزاسيون مينيمال بالإضافة إلى لامبور سيغ لي سوسيتي واحد البيريود ديال 5 سنوات اللي كيخلصوا لامبور سيغ لي سوسيتي. ألون دون ليكزيرسيس كي كوني لا بروميير أوبيراسيون دو ليكسبور، يعني أول عملية ديال ليكسبور، أو بيان إي أو دي سيرفيس جيسكا أون سانكيام، يعني هنايا كتكون خضع ليس فكتسالي هاد 5 سنوات ديال ليكزونيراسيون. لو طو ريدوي دو ليس هو 17.5%، يعني كان لو طو اللي كيتابليك على هاد الشركات هو 17.5% ابتداء من البيريود ديال 5ام اني، يعني من بعد 5ام اني، يعني في العام السادس. اذا كتكون 5 سنين معفيه، العام السادس كتابليك عليها واحد لو طوغيدوي ديال 17.5%. اذا هذا بالنسبه لاروا فينونس ديال 2017. اذا لاروا فينونس ديال 2018 جانا بواحد الموديفيكاسيون مره اخرى بوغ لي سوسيتي كي بينيفيسيون ابافون دو طون ريدوي دو 17.5 يعني 17.5 سون ديزورمي امبوسابل دو ليس سولون لو باغيم بروغريسيف نون كومبرونون كو دو طون 10% 17.5% سو باغيم سو بريزونت كوم سويت، بمعنى ان بوغ لي سوسيتي كي بينيفيس واحد لو طون ريدوي ديال 17.5 راه تحيد بالنسبه لاروا فينونس ديال 2018، يعني كان جوج ديال لي طون، كان لو طون الاول هو 10% بالاضافه الى 17.5%. هذا هو الباغيم اللي جات به الى لاروا فينونس ديال 2017. اذا الموديفيكاسيون اللي وقعت بالنسبه لاروا فينونس ديال 2018 هو كانت 10%، يعني بقات نفس لو طون دو باغيم او لو طون دو لامبو هو 10%، ولكن لي شونجمون هو بدل 17.5 ولات 20% بالاضافه الى لا سوم اديدوي ديال 30,000 درهم. اذا ليس اليكسبور بالنسبه لاروا فينونس ديال 2020، يعني بالنسبه ليكزيرسيس اوفيرت 1/1/2020، هذا هو الباغيم اللي غتابليكا ابتداء من 1/1/2020. اذا بالنسبه لي سوسيتي اكسبورتاتريس فابري كان لوطو اللي غتابليكا على هاد الشركات هو 10% بالاضافه الى 20%. اذا لاروا فينونس ديال 2020 ابتداء من 1/1/2020 هادشي ما بقاش اللي هو بالنسبه هاد لوطو. اذا اش ولا اكزونيراسيون توتال دو ليس بوندون 5 ans، يعني عندها واحد اكزونيراسيون ديال 5 سنوات وكتابليك عليها لوطو ريدوي اللي هو 17.5. اذا غادي نعاود نشرح هاد البارتي. عند كانت افون كانت اكزونيراسيون توتال دو ليس بوندون 5 سنوات،
يعني كانت معفيه وكانت كيتابليك عليها واحد لوطو غادي هو 17.5. اذا اللوطو اللي كانت ابليك 17.5 وقع فيه واحد الشونجمون ولا 17% بالاضافه الى 17.5%. اذا جاء وقع واحد الشونجمون كذلك بالنسبه لهذا اللوطو، بالنسبه 17.5 ولات 20% ولات 10% بالاضافه الى 20%. اذا ليكزيرسيس اوفر ديال 1/1/2020 حيدات هاد الاكزونيراسيون توتال ديال ليس ديال 5 سنوات، يعني ما بقاتش، يعني ما بقاش اي شركه تخيات في 1/1/2020 ما بقاش عندها هاد الاكزونيراسيون توتال ديال 5 سنوات، يعني ولات ديريكتومون كتخضع لوطو ديال 17.5%. اذا اي شركه ديال ليكسبورتاتريس ما بقاش عندها 5 سنوات ديال الايفاء، يعني كتولات كتابليكا ديريكتومون لوطو ديال 17.5%، ولكن سون ليميتاسيون دو ديغي، يعني هاد سون ليميتاسيون دو ديغي يعني يعني تحيدات، يعني ما بقاش 5 سنوات معفيه من لامبوسير سيستي بالاضافه الى لا كوتيزاسيون مينيمال. اذا كنمشيو لواحد اكزومبل، هاد الاكزومبل هو هذا، يعني اكزومبل ميكست، هذا هو اكزومبل نيميرو 3 كا ان سوسيتي اكزيرسون ان اكتيفيتي اندستريال اي ان اكتيفيتي دو نيويورك، يعني عندها هاد الشركه تخيات في 15/11/2015 كت اكزيرس، يعني كتزاول واحد اكتيفيتي اندستريال اي ان اكتيفيتي كوميرسيال دو نيويورك، يعني عندها جوج ديال الانشطه هنايا، عندها واحد الرياليزاسيون او واحد كرياسيون دين بارتي دي شيفر دافير الاكسبور اي ان بارتي لوكالمون، يعني عندها واحد جوج ديال لو شيفر دافير، عندها واحد الشيفر دافير لي لوكالمون كاين في المغرب وعندها شيفر دافير ديال الاكسبور. اذا لا ديكلاراسيون دي ريزيتا فيسكال دي سيت سوسيتي سوسكري في 31 مارس 2021 او تيتر دو ليكزيرسيس 2020. اذا الباغين او بالنسبه للمعلومات الخاصه بهاد لا سوسيتي هي عندها مجموعه ديال العناصر، عندها الشيفر دافير اورتاج اللي هو 120 مليون ديال الدرهم، وعندها البينيفيس نيت اللي هو 30 مليون ديال الدرهم. اذا الفونتيلاسيون ديال دي الشيفر دافير، عندنا التوتال الشيفر دافير هو 84 مليون كيمثل لينا 100% بالنسبه لاكتيفيتي اندستريال. اذا عندنا الشيفر دافير الاكسبور كيمثل لينا بالنسبه لهذا الاكتيفيتي التسخيل هو 50,400,000، اذا اللي هي 60%. وبالنسبه لوكال، يعني الشيف دافير لوكال كيمثل لنا 33,600,000، بمعنى كيمثل لنا 40% بالنسبه للشيف دافير لوكال و 60% بالنسبه للشيف دافير الاكسبور اللي هو والتوتال ديال الشيف دافير هو 100%. اذا عندنا عناصر اخرى بالنسبه لهاد لا سوسيتي هي بالنسبه لي دوني دو لاكتيفيتي دو نيوتونس، يعني لاكتيفيتي كوميرسيال، عندها 36 مليون ديال الدرهم كتمثل 100% بالنسبه للشيف دافير توتال. عندنا الشيف دافير بالنسبه هنايا الاكسبور كتمثل لينا 21,600,000 بمعنى 60%، وعندها كذلك بالنسبه للشيف دافير لوكال كتمثل لينا 14,400,000 بمعنى 40%. اذا هادو هما العناصر الخاصه بالاكتيفيتي ديال هاد لا سوسيتي، عندها لاكتيفيتي دو ريسورس وعندها لاكتيفيتي اندستريال، وعندها هاد الشركه كدير الاكسبور، عندها يعني كدير سميتو كدير لاكتيفيتي لوكال وكدير لاكتيفيتي الاكسبور، يعني كتزاول انشطه خارج المغرب وداخل المغرب. اذا خصنا اولا نحسبوا لابار ديال الشيف دافير ريال تاع الاكسبور غولاتيف على لاكتيفيتي اندستريال اي لاكتيفيتي دو نيزونس. اذا بالنسبه لابار دو شيفر دافير رياليزي على اكسبور غولاتيف على لاكتيفيتي اندستريال اي لاكتيفيتي دو نيزونس، كناخذوا 50,400,000 اللي هي شيفر دافير على اكسبور زائد 21,600,000 اللي هي شيفر دافير على اكسبور ديال لاكتيفيتي دو نيزونس مقسومه على 120 مليون ديال الدرهم اللي هو شيف دافير اورتاكس كيعني 60%. اذا لابار دي شيف دافير رياليزي لوكال مغلاتيف على اكتيفيتي اندستريال اللي هي 33,600,000 كنقسموها على 120 مليون كتعطيني 28%. وبالنسبه لابار دو شيف دافير ريالزي لوكال مغلاتيف على اكتيفيتي دو نيسوس هو 14,400,000 مقسومه على 120 مليون كتعطيني 12
في المئة. إذن نعود نكرر هذه العملية. إذن بالنسبة لبار دي شيف دافي رياليزي لوكالمو ولاتيب الاكتيفيتي انتسخير يوا 33 مليون و 600 ألف اللي هي هي الشيف دافير ديال الاكتيفيتي انتسخير بالنسبة لوكال مقسومة على 120 ألف درهم اللي هو الشيف دافير اللي كيجمع كي بين الاكتيفيتي انتسخير اي الاكتيفيتي دو نيتوس كتعطيني 28%. اذا 28% كتمثل لينا واحد الشيفخ دافير بالنسبه داخل المغرب، يعني الشيفخ دافير اللي تريالزا في المغرب بالنسبه لاكتيفيتي ادسخيل. اذا بالنسبه لابار دي شيفخ دافير ريالزي لوكالمون غولاتيف الاكتيفيتي دو نيتوس يعني في المغرب يعني لوكالمون اللي هو 14 مليون و 400 الف اللي هي وهذا شيف دافير لوكالمون مقسومة على 120 مليون اللي هو شيف دافير اورتاكس كتعطيني 12% كتمثل لنا لاكتيفيتي دونيزوس و 28 كتمثل لنا لاكتيفيتي انتسخيل بالنسبة لوكالمون. إذن تخافي غافير كالكيلي لا كوتيزاسيون مينيمال دو لا سوسيتي زيد كالكيلي ليس دي دو لا سوسيتي زيد. إذن هنا بالنسبة لهاد لا سوسيتي اللي هي لا سوسيتي زيد غادي نديتيرمينيو ثلاثة ديال ليس. عندنا ليس ديال الشيف دافير اليكسبور وعندنا ليس كوريسبوندون وشيف دافير لوكال وغادي نشوفو ليس كوريسبوندون ا لاكتيفيتي كوميرسيال. يعني هنا عندنا ثلاثة ديال لي شيف دافير، يعني عندنا شيف دافير بالنسبة شيف دافير اليكسبور اي لاكتيفيتي بالنسبة لاكتيفيتي اندستريال اي لاكتيفيتي دونيزوس وعندنا شيف دافير بالنسبة لوكال ديال لاكتيفيتي اندستريال وعندنا شيف دافير لوكال غولاتيف على لاكتيفيتي كوميرسيال وفي الاخر كنحسبوا لي ابي بالنسبة لهاد لا سوسيتي. اذا ريبونس كالكيلي لا كوتيزاسيون دو لا سوسيتي زيد. اذا la cotisation minimale de la société Z كناخذوا لا باز دو لا كوتيزاسيون مينيمال اللي هو 120 مليون ديال الدرهم اللي هو الشيف دافير ف 0.50% كتعطيني 600000 درهم. اذا كنمشيو كالكيلي او سؤال ثاني وكالكيلي دو ليس دي دو لا سوسيتي زيد. اذا ديتيرميني ليس كوريسبوندون او شيف دافير الاكسبور كولاتيف على اكتيفيتي انتسخيل اي لاكتيفيتي دو نيتونس. اذا بالنسبه ليس ليس كوريسبوندون او شيف دافير كولاتيف على الاكسبور اي ديتيرميني اون ابليكو لو باغين بروغريسيف افيك لو تو بلافوني ا 20% على بار بينيفيس كوريسبوندون او شيف دافير. بمعنى ان الشيف دافير اللي هو لوكالمون دائما كن ابليكو عليه هاد جوج ديال لي طون، يعني لو شيف دافير الاكسبور بالنسبه لاكتيفيتي انتسخيل لاكتيفيتي دونيسوس يعني بلافوني في 20%. اذا الباغي اللي غنابليكيو عليه هو هذا 10% بالنسبه اقل من 300000 و 20% بالنسبه اكبر من 300000 درهم. اذا غادي نحسبوا ليس بالنسبه للشيف دافير الاكسبور اللي هو بينيفيس نيت هو 30000 درهم لوطو دو ليس اللي هو 20% ناقص لاسوم اديدوغ هو 30000 كيعطيني مونطو دو ليس اللي هو 5,970,000. اذا لا بار دي شيف دافير غولاتيف على اكتيفيتي اندستريال اي لاكتيفيتي دونيزوس كيمثل لنا 60%. اذا كناخذوا مونطو دو ليس اللي هي 5,970,000 كنضربوها في 60% كتعطيني 3,588,000 درهم. هذا هو ليس اللي غادي تخلص لا سوسيتي بالنسبه الا كان عندها لاكتيفيتي اندستريال اي لاكتيفيتي دو نيزونس. غادي نمشيو للبي. اذا بي دي تيرميني دو ليس كوريسبوندون او شيف دافير لوكال غولاتيف على اكتيفيتي اندستريال. اذا بما ان هاد الشركه كدير مجموعه ديال الانشطه فهذا بالنسبه لهذا الشيف دافير لوكال دو لاكتيفيتي اندستريال دائما كنابليكو الباغيم اللي هو باغيم بالنسبه للشركات الصناعيه اللي شفنا في الحصه السابقه هو 10% 20% بالاضافه الى 28%. اذا ليس اللي غتابليكا بالنسبه للشيف دافير لوكال ريلاتيف على اكتيفيتي اندستريال هو كيتم على الشكل التالي. اذا بالنسبه للبينيفيس نيت هو 30 مليون ديال الدرهم طو دو ليس
طو ديالي سوا 28%. اذا لا سوم دي دوير هو 111,110,000، اذا 30 مليون ديال الدرهم، 30 مليون في 28 ناقص لا سوم ادي دوير كيعطيني المونطو دو ليس اللي هو 8,290,000 درهم. اذا لا بار دي شيف دافير ريلاتيف ا لاكتيفيتي انتسكريف كتمثل لنا 28%. اذا كناخذوا المونطو دو ليس وكنضربوه في 28% كيعطيني 2,321,200. اذا غادي نحسبوا الشيف دافير بالنسبه الشيف دافير لوكال غولاتيف على اكتيفيتي كوميرسيال، يعني بما اننا حسبنا الشيف دافير على الاكسبور حسبنا كذلك الشيف دافير على اكتيفيتي عند التسخير، غادي نشوفوا الشيف دافير على اكتيفيتي كوميرسيال. بالنسبه لي كوريسبوندون او شيف دافير لوكال ولاتيف على اكتيفيتي كوميرسيال اي ديتيرميني اون ابليكو لو باريم بروغريسيف ان طون مارجينال دو 31% 31%. يعني هنايا بالنسبه لي هاد الشركه كتزاول كذلك لاكتيفيتي كوميرسيال فلو طون مارجينال هو 31%، يعني كان ابليكو داك الباريم اللي كيتابليكا على لي سيتي كوميرسيال اللي هو 10% 20% بالاضافه الى 31%. اذا غادي نحسبوا لي كوريسبوندون او شيف دافير لوكال ريلاتيف على اكتيفيتي كوميرسيال اللي هو بينيفيس لي توا 30 مليون طون دوليس طون ديليس هو 31%، لا سوم ادي دوير هو 140,000، المونطون دوليس كيعطينا 9,160,000. لا بار دي شيف دافير ريلاتيف على اكتيفيتي كوميرسيال اكتيفيتي كوميرسيال هو 12%. اذا كناخذ لي اس دي اللي هو 9,160,000 وكنضربها في 12%، اذا لي اس كوريسبوندون او شيف لوكال ريلاتيف على اكتيفيتي كوميرسيال هو 1,099,200. اذا لي اس اللي غتخلص هاد لا سوسيتي هو لي اس بالنسبه لشيف دافير الاكسبور شيف زائد لي اس كوريسبوندون بالنسبه لشيف دافير كوميرسيال وبالنسبه زائد الشيف دافير كونسبو بالنسبه الشيف دافير كوميرسيال. اذا ليس دي ليس ابي بار لا سوسيتي زيد هو ليس كونسبوندون او شيف دافير الاكسبور ريلاتيف على اكتيفيتي ان تسخيل بليس نيسوس اللي هي 3,588,000 زائد ليس كونسبوندون او شيف دافير لوكال ريلاتيف على اكتيفيتي ان تسخيل اللي هو 2,321,200 زائد ليس كونسبوندون او شيف دافير لوكال ريلاتيف على اكتيفيتي كوميرسيال اللي هو 1,099,200 كيعطيني ليس ابي اللي غتخلص هاد لا سوسيتي زيد هو 7 مليون، يعني غتخلص 7 مليون و التي غادي نشوف واش الكالكول هو داك صحيح. اذا غتخلص 7 مليون 7 مليون و 24 ألف و 7 مليون و 2 ألف و 400، يعني تخلص 7,002,400. اذا هذا هو المونطو اي اس ابي، ومن هنا كنكونوا سالينا الحصه الخاصه بالباريم بروغريسيف اللي غتابليكا على لي سيسيتي ديال الاكسبورتاتريس. يعني غادي نشوفوا واحد الغابيل هنايا على لي زوت باريم بالنسبه للرايو فينانس ديال 2020. هذه بالنسبه لي اس ديال البروموتور ايموبيليير anciennement privé, hôtelière, société minière, artisan, club de sport, يعني شركة ديال الرياضة. هذا هو اللي تلغى تأبليكا 10% بالإضافة إلى 20%. كاين هنا بالنسبة للو فينونس بالنسبة هنايا زون فرونش ما بقاش كتسمى زون فرونش ولات كتسمى زون اكليغاسيون اندستريال. يعني هنايا كانت اكسونيغاسيون توتال دو ليس بوندون خمس سنين، هنا مابقاش اكزونيري يعني ديريكتومون كانت ولات اكزونيري، ولكن هنايا كانت اكزونيري 5 سنين وكيتابليكا 15%. هنايا اكزونيري توتال دو ليس يعني هي اكزونيري 5 سنين ولكن كيتابليكا 8.75 بوندون 20 عام. اذا هذا هو الباريم. هذه بالنسبه كازا فيرونس سيتي كتابليكا كانت كتابليكا 15%، دابا كتابليكا 8.75%. افون قبل يعني كانت ابليكا 8.75 ودابا ولات كتابليكا 15%.
هذا هي بالنسبة لامبور سيريليستي بالنسبة لي زوغ باغي. هذا بالنسبة للطو سبيسيفيك، هنايا بالنسبة للأبناك كيتأبليكا 37%، هنايا 10% كيتأبليكا بالنسبة لي سوسيتي لي عندهم سيج ريجينو انترناسيونو، هنا 8.75 كذلك كيتأبليكا على لي زونتربريز اللي عندها فرونش ديكسبورتاتريس، بالإضافة إلى اللي كدير لي سيرفيس لي سوسيتي دي سيرفيس بحال كازا فينونس سيتي. هذه هي السيمينير ديال لوا فينونس بالنسبة للوا فينونس ديال 2020، وبالإضافة إلى لي باغين اللي غتأبليكا على كل سوسيتي. والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.